الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الإخلاص. الإخلاص لغة هو تخليص الشيء من شوائبه. طب اصطلاحا وهو ما نحن هنا بصدده، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، أني أعمل العمل ده قاصد بيه وجه ربنا سبحانه وتعالى الكريم. الإخلاص ده يتحقق فين؟ يعني ممكن نلاقيه موجود فين؟ في فينا ولا في الدنيا حوالينا؟ الإخلاص محله القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لفي الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الإخلاص محله القلب، هو موضع نظر الله سبحانه وتعالى. فالقلوب المخلصة تطوف حول العرش. ممكن أنا أعمل العمل لكن تضيع مني النية فتكون النتيجة إيه؟ ممكن أعمل العمل أو ما أعملش أصلا العمل لكن بقصد النية أنال الأجر. بعد من الصحابة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولكن بعض من الصحابة تخلفوا في المدينة، فقال لأصحابهم خارجين في الغزوة: إن لبالمدينة لرجال ما سرنا مسيرة ولا قطعنا وادين إلا كانوا معنا في الأجر. ليه؟ الدول نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين خلفوا إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني خذوا بس الأجر بمجرد صدقهم في النية إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس صحيح، ممكن أن أنا أعمل العمل والنية ما تكونش خالصة لله سبحانه وتعالى فيضيع الأجر. كان أحد من الرجال أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أظهر شجاعة وبسالة جدا في المعركة، فالصحابة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل ده شجاع وكان في المعركة قوي جدا وبيقاتل. قال لهم: إنه في النار وما ينطق عن الهوى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحره أحد من الصحابة، وجدوا قاعد في آلامه وما قدرش يتحملها، وراح حاطط سيفه وراح أنهى حياته، يعني مات منتحر. فسبحان الله، ضاع أجره دنيا وآخرة. فإن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب ويطلع على صدق النية، ولو فيه عمل أشركنا فيه في النية مع ربنا سبحانه وتعالى شيء آخر يفسد العمل. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. النية محلها القلب، وهو ما يحاربنا فيه الشيطان. وقال في القرآن الكريم كما جاء: وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني برضو يفضل الإخلاص هو معيار قبول العمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني حتى كمان العمل لما يكون فيه شراكة بالنية بأن أنا هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في امرأة عايز أتجوزها كانت هجرته لما نوى إليه. الإخلاص يتحقق بثلاث حاجات: إني أنتظر أن ربنا سبحانه وتعالى يكون الوحيد والشاهد على عملي. الإخلاص يتحقق إذا كنت أنا عملت العمل ده خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يهمني فيه سمع ولا رياء، أخلص فيه في السر والعلن، أخلص فيه في حالة المدح والذم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد السكينة في غار حراء، سيدنا يونس لما وجد السكينة في بطن الحوت، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وجد السكينة وهو في قلب النار، أهل الكهف لما وجدوا السكينة وهما في كهفهم، السكينة دي كانت نتيجة لإيه؟ دي هدية من ربنا سبحانه وتعالى يلقيها الله سبحانه وتعالى عز وجل في قلب المؤمن المخلص في طاعته في عمله وفي قوله. السكينة هي ما هي هدية ربنا سبحانه وتعالى لقلب المؤمن المخلص. من وجد السكينة فقد وجد كل شيء، ومن فقد السكينة فقد فقد كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في نوايانا، نسأل الله سبحانه وتعالى القلب الصالح السليم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا ويصلح نوايانا. فالعمل الصالح يرفع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق النية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.